السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل شيخنا، الله يعطيك العافية. حياك الله. تفضل. جس أبغى أن أشهد الله بحبك فيه شيخ. أحبك الله وأجلك. الله يعطيك العافية شيخ. أنا حاب أستفسر وأعرف إيش أحب الأعمال إلى الله عز وجل. والسؤال الثاني، ما هو الدعاء اللي يعني يرجى إجابته من الله عز وجل، وما هي أفضل الأوقات الدعاء؟ أما أحب الأعمال إلى الله فقد سئل عنها صلى الله عليه وسلم، قال الصلاة على وقتها، وقال الجهاد في سبيل الله، وقال بر الوالدين، كل هذا من الأعمال التي يحبها الله، لكن الإنسان يراعي مقتضى الحال. فوقت السحر أحب الأعمال إلى الله الاستغفار، وبالأسحار هم يستغفرون. ما بين الأذان والإقامة في الظهر أحب الأعمال إلى الله 4 ركعات مثنى مثنى. أحب الأعمال ثلث الليل الآخر صلاة الوتر ودعاء الله جل وعلا. أحب الأعمال إلى الله يوم عرفة لغير الحاج الصيام. أحب الأعمال إلى الله لمن كان حاجا يوم عرفة الدعاء. أحب الأعمال إلى الله يوم النحر إراقة الدماء. فكل حال له شأن يعرف من الشرع، هذا واحد. أما الدعاء فالدعاء يختلف بحسب حاجة الإنسان، لكن كلما كان الإنسان صادقا مع ربه ووفق إلى محامد يدعو الله جل وعلا فيها، الله عز وجل إذا أراد أن يقبل دعوة عبد أعانه كيف يطرق باب الله. وطرق باب الله جل وعلا يكون بالمحامد التي يقولها العبد في الثناء على الله. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المقام المحمود يوم القيامة، فقال صلى الله عليه وسلم: فأسجد تحت العرش أو عند العرش، فيفتح الله علي بمحامد لم يفتحها على أحد قبلي. فيفتح الله على نبيه عليه الصلاة والسلام يومئذ بمحامد يثني بها على الله لم يفتح الله على أحد من قبلي. هذا طرق الباب. ثم يقول الله له: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فكذلك العباد في الدنيا، في الليل، في الأسحار، أدبار الصلوات، في السجود، إذا أراد الله بهم خيرا فتح الله لهم الطريق الأمثل في الثناء عليه جل وعلا، حتى يقبل الله جل وعلا بعد ذلك دعاء. فأنت أثني على الله. ومن الثناء على الله، الله عز وجل يقول في خاتمة سورة هود: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. يقول الإنسان في دعائه: اللهم يا من له غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، اللهم يا من له غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، ثم يدعو ربه جل وعلا والله يتقبل.